اعتقد واحنا داخلين هنا العامل عملنا جوله اذ انبهرنا بصراحه. يعني الواحد مش مصدق نفسه انه المكان ده هو الذي يحمي الثروه السمكيه في النمسا كلها. صح، يعني طبعا ده مهم جدا جدا، ودي كانت اللي هو الاساس في التفاوض مع الجامعه هنا اول ما جيت، ان يكون عندي معامل كامله. وحتى على اساس ان انا لما اتنقلت هنا كان برضو من ان انا ما افقدش وقت. تلاقي استاذ ما يغير من مكان لمكان ممكن يحصل فجوه في السي في بتاعته، في الكارير بتاعه. انا كنت حريص ان ما يحصلش ده. مش هتضحي بتاريخك يعني. ان احنا ما نضيعش وقت، نقعد سنه ما نشتغلش مثلا. فعلا جاني هنا واشتغلنا من اول يوم، وابتدينا نجهز المعامل. معمل هنا، المعمل ده للدي ان ايه للحامض النووي، دي ان ايه. المعمل الثاني للار ان ايه. المعامل دي هي اللي بيشتغل فيها الباحثين اللي موجودين عندي، التيم بتاعي بيطلع الابحاث. هنا في معامل نانو تكنولوجي، وفي معامل للجينات كل الحاجات يعني. ولما لا؟ ولما لا بقى مصر؟ ولما لا؟ احنا هنا يعني في تيم، يعني مجموعه بتشتغل. ايه المقومات انك انت تعرف تعمل بحث؟ يعني اول حاجه فيها اللي انا بفتقدها عندنا اللي حاجه اسمها تكنيكال بيرسونال، ان يكون عندك التكنيش. مش كله يكون دكاتره وكله يكون، لا، انت عندك الناس اللي هي التكنيكيين اللي بيشتغلوا في المعمل. دي مش المصطلح ده مش موجود عندنا. مش موجود. انا وانا بتفاوض هنا كان اهم حاجه عندي يكون عندي ثلاثه اللي هم بتوع معمليات، اسمهم معمل زي الممرضة في المستشفى. عامل معمل اللي هو بيعمل صيانة لأجهزة. لا 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 لا، مش صيانة، ده هو اللي بيشتغل. بيشتغل على هو اللي بيشتغل. فده مش مهم يكون دكتور؟ لا. ده حاجة من اللي أنا عايز أقول، إن ده حتى في حاجة تتقال دايما في أمريكا أو هنا من الزملاء، يقول لك كل معمل ناجح وكل أستاذ ناجح وراءه عامل. عاملة، هم عادة بيكونوا عاملات، عاملة او عامل معمل اللي هو اللي بيشتغل. الاستاذ بيقول له اعمل كذا ويعمل، الاستاذ بيقول له اعمل كذا وبيقرا. دي مش موجوده عندنا. احنا عندنا دكاتره وبس، فمين اللي هيشتغل؟ انت عندك الاستاذ بيبقى بيتعين لواحد شاب، بيتعين معيد بيعمل ماجستير وبعدين يعمل دكتوراه، يعني من غير ما يكون عنده حد اللي هو بيعمل بيشغل الابحاث بتاعته، اللي بيشرف على الابحاث بتاعته. يعني عسكري اهم من اللواء زي ما بيقولوا. عسكري اهم من اللواء كتير جدا جدا. مظبوط. يعني اقول لك حاجه بسيطه جدا، انا في زميل اللي هو اللي انا كنت بشتغل معاه في امريكا، البروفيسور رون هيري، من المشهورين في التخصص. لما اللي هي اللي هي الموظفه المعمليه، خلينا نقول عليها موظفه معمليه بتاعته، اتحلت عن المعاش بعدها باربع شهور، وهو كان لسه ما كملش 60 ومفروض يشتغل 65. قال لي يا منصور انا ما اقدرش اكمل. حلقة المعاش من 60 على اساس ان دي هي ثابت ان هي اتحرقت. قال لي ما اقدرش اشتغل من غيرها. هو اشهر واحد في التخصص في العالم. فنفس الحاجه هنا، انا عندي اللي هم اللي هو الموظفين المعمليين اللي هم بيساعدوا مين؟ بيساعدوا اللي بيعمل دكتوراه، بيساعدوا اللي هو البوس دوك، بيساعدوا الاسيستنت، بيساعدوا التيم بتاعه. مساعد معمل نقدر نسميه مساعد معمل. اللي هو حريص على النظام في المعمل. حريص على ان كل اللي انت الحاجات اللي انت بتشتريها المشتريات بتاع المعمل، حريص على الاجهزه، حريص على الكيماويات اللي انت بتعملها، ويقدر يعمل تجارب لوحده. ودي مش موجوده عندنا. يعني التيم لابد ان يكون مكون من الاستاذ والمعمليين، وبعدين عندك اللي هم الطلبه اللي هو الماجستير والدكتوراه، وعندك اللي هم البوستو او الاسيستنت. ده الكتير مكون كده، وده اللي اتمنى ان يكون موجود عندنا، ان احنا نبتدي نراجع الحاجات. السؤال الاخير لحضرتك، في المكان العظيم ده احنا لاحظنا النظافه، مفيش يعني مرضاية على الارض. طبعا ده ممنوع. طبعا النظافه اللي هي يعني المعمل لابد، ومش مننا احنا بس، انا قلت لحضرتك ان احنا اكريديتيتد، يعني مصن، يعني اعتماد، تعتمد عشان تدخل، يعني اجراءات اعتماد للدخول. الشغل بتاعنا اللي هنا معترف بيه عالميا، لان احنا في عليه بتاع الختمه ده. ايوه. اللي هو ده، هو احنا ده بندفع عليه. يعني احنا بندفع حوالي، يعني انا بدفع لمعاملي حوالي 8000 في السنه عشان تبقى اكريديتد.
وهذا المكان العظيم احد ده معمل دين او المعاني العظيمه اللي احنا شايفينها دي احد اهم انجازات لحسين منصور هنا في المكان اللي مهم جدا، من غيرها ما نقدرش نعمل ريسيرش، ما نقدرش نعمل بحث علمي.